وفي الكويت قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أن القمم الثلاث التي ستحتضنها الرياض تأتي في إطار التحالف بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى الأمل والتفاؤل الكبيرين بانعقاد هذه القمم. وعلى هامش مشاركته في حفل السفارة الفرنسية لدى البلاد بالعيد الوطني لفرنسا، دعا الجار الله القيادة الإيرانية القادمة إلى إعطاء العلاقات الخليجية الإيرانية المزيد من الاهتمام القائم على أسس ومبادئ حسن الجوار. هذه القمم الحقيقة تأتي في إطار التحالف بين دول المجلس والولايات المتحدة، وأيضا سيؤكد على هذا التحالف وسيعزز هذا التحالف وسيشير بأمل وبتفاؤل كبيرين لانعقاد هذه القمم على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة. نتمنى فعلا للقيادة الإيرانية الجديدة التي سيختارها الشعب الإيراني والتي نحترم فيها خيار الشعب الإيراني، نتمنى أن تولي منطقة الخليج وتولي علاقاتها في دول مجلس التعاون أهمية ومضاعفة، وأن تؤكد على ما نتطلع إليه دائما بعلاقات طبيعية.